وشعبنا اليمني يحتفل بالذكرى 59 لانطلاق ثورة 14 من أكتوبر من على قمم جبال فلسطين. نهني قائدنا العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي، عضو مجلس الرئاسي، ونهنى قيادتنا السياسية، ونهني شعبنا اليمني بهذه المناسبة. لقد انطلقت الثورة في صنعاء وحققت أهدافها. تعادوا ثوار ردفان الذي التحقوا في الدفاع عن ثورة 26 سبتمبر وفجروا ثورة 14 من أكتوبر من على قمم جبال ردفان. نحن أتينا من على قمم جبال ردفان الشماء لهذا الموقع، ومع عميدنا وقائدنا طارق محمد عبد الله صالح، وفاء لأهداف آبائنا الذي فجروا ثورة أكتوبر ودافعوا عن ثورة سبتمبر. نعاهدهم بأننا ماضيون في ثورتنا، في الطريق والدرب الذي سار عليه آبائنا وزعيمنا الشهيد المناضل زعيم هذه الأمة ومحقق وحدتها علي عبد الله صالح. فثورة أكتوبر وثورة سبتمبر وثورة ديسمبر مستمرة، لن نتوقف حتى نستعيد عاصمتنا صنعاء ودولتنا المنهوبة من قبل الحوثيين وأعوانهم وأذناب إيران. وننقل لكل أبناء الشهداء مرحلة البناء والتعمير ومواجهة الحوثي الذين الآن يقدموا أرواحهم في الساحل الغربي أو في إبين أو في شبوة أو في مارب. نحن أبناء الشهداء، نحن أبناء لبوجة، نعاهدهم بأنهم في مستوى آبائنا، لا يقلوا أهمية وثقلا عن شهداء أكتوبر أو سبتمبر. سنواجه الحوثي وسنواجه الإرهاب وسنقتلع هذه الجرثومة الوسخة.